السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحين أنا طالع طلعة خفيفة، يعني مفاجأة كذي، قاعد ما عندي شغل ومال، فقلت خلنا أطلع أخذ كرسي والجاي أروح أقعد شوية بالطباحية، لكن قلت ها مع أنه ذبر، يعني الماية كلش يعني ذبر، بس قلت خاف أروح هناك وأتحسف، يعني على الأقل لو ما أخذ سنارة. فأخذت سنارة وشوية جيم، والحين واقف عند المطعم، يعني اخذ سندويشات حشا خفيف وبتوكل على الله. المهم اغير جو، والارزاق عند الله سبحانه، يعني المهم الواحد استانس. قاعدة البحر حلوة، ان شاء الله نروح ونشوف شو يصير معنا باذن الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا سيف الضباعية، لكن الماية حدها ثبر، حطينا السنارة ننطر بس ترش شوية وإن شاء الله يعني نبلش نقطها ونقعد. جو لطيف جدا حلو، يعني ما في حرارة ورطوبة خفيفة، الحمد لله أن الجو الليلة زين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة جو من أروع ما يكون، ما في حرورة ولا في رطوبة، قمرة، جو هادي، يعني هذا الواحد اللي يبي الجو هذا الجو الواحد يدوره. والحقيقة هذا المكان يعني عارفة من أكثر من 30 سنة، وذكريات كثيرة فيه. يعني أنا أتذكر كنت أجي قبل كرفان، نادر أحصل أحد بالكرفان، كنت أجي ساعات ليلة الجمعة، يعني وياي العائلة وهذا، ما في إلا كرفان، ما في أحد. عقب تالي بين كرفان وتعرفت عليه، كان هدوء ولا كان في إزعاج، كان في صيد طيب، من أحلى الأسياف كنت أحبها. وبعدين تعرفت على الله يذكره بالخير وطلال واعي، وعقب صرنا قروب، معانا خالد المطاوع ابو وليد، خالد العربيد وعيال العربيد، عيال القواعي، يعني ساعات نقعد فترة يعني 10 كرفانات، يعني مثل الاهل، وايام متعة سوالف وحداك ويسبح اللي معاه طراد، وانا كان عندي وقتها ما شوه دايم معي، اجيبها بالكرفان وانزل من الصقر هذي وديش فيها حوالي 300 متر، كنت اروح اقعد هناك في جوعة وهناك جوعة، وعندي فريز متوسط ما شاء الله، يعني افولة ساعات اقعد من الليل حتى اقعد الصبح، شعاري وفسكر وينام وبالول، يعني مشكل سمكة الجنوب ترقفان، ويحصل مرات مزيجي طلعت سبيطي. فكان سيف عالم يعتبره، لكن تالي بدأوا الناس يعرفونه. وأول ما بدأ لما طلعت منطقة أم الهيمان، ضاحية صباح علي صباح سالم الله يرحمه، طبعا قريبين تعرفوا على المكان قاموا يجوا، بس كانت الامور زينه يعني. لكن تالي زادت وقامت تجي اشكال الله لا يوريك، كانت تسيء للي موجودين، اخلاقيات تعبانه، تصرفات تعبانه، فكانوا يسيئون لنا، لكن كنا الحمد لله ما نسكت، اي تصرفات بعدها نبلغ.
اضطريت اني ورا احط ليت الكرفان علشان ما حد يجي عشان يصير مكشوف ما يتجرى يزيد. من هني بدت المشاكل وبدت ما نقعد فيه، صارت يعني اخلاقيات تعبانه، البركه الصيد راحت، حتى على السيف يلا ما عاد تطلع، يعني خرب السيف اللي كان عندي سيف عالمي صار يعني اتعب سيف من نوعيه الناس اللي قامت تجي، حتى فعلا تضايقوا اهل الشاليهات كانوا مرتاحين وما حد يزعجهم، قامت تجي اشكال تسبب لهم ازعاج، اللي يعني قاموا يبلغون الشرطه ويجون يعني دائما دوريات، ولدرجه انه يعني زادوا حتى يعني الشرطه شوي قاموا يطلعونهم من البحر، وصارت مشكله بتويتر عليهم وكذي وهذا. ولكن ان شاء الله اتمنى الامور تحدث وترجع الامور مثل ما كان في هذاك السيف الطيب. واليوم انا قاعد اشعر ذكرني بالسيف الاولي العادي اللي ما في احد، وان شاء الله الله يتمم علي هذه الليله اني اكمل جوبي واستانس واحدق واعيش الاجواء هذه الجميله ان شاء الله. كمل عشينا السندويشات، الحقيقه السندويشات مهما تركناها لازم نرجع عليها، لانها مرتبطه فينا من الصغر، من يوم اننا صغار وبالمدرسه الى ان كبرنا، السندويش هذا ما نخليه، طلعه سريعه كشتة الصبح، السندويش هذا صار جزء اساسي من حياتنا ومن ذكرياتنا. فلذلك مثلي انا الحين طالع ابي شيء خفيف، مريت المطعم خذت لي سندويش وجيت. حقيقة فيها لذة ولا يعني جوها يعني. الحمد لله الله يتمم علينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. للآن ما بين شيء، قاطعه من الساعة 12، الحين تقريبا 12:30، قالوا قيمة واحدة وما بين الماء، الحين ترش وإن شاء الله يبين معانا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
جدا واستاذ طيب، قال لي تقريبا ساعتين ونص ما في نابر، توها الحين رفعت المايه مش نابر قديم، بس حب اشوف ما كلها على شيء، لكن يعني تغيرت الطباية مية الأولى نقف النقعد، لا مش ما نافل صيد حتى في الصيف، في الصيف بالليل الحين لا خوف ما في سجاد، والله كريم نبي نكمل بعد ساعة ساعة ونص ونشوف إن شاء الله، والله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صارنا تقريبا اكثر حوالي ساعتين ونص ما في شيء، يعني مره بس كلوي الباقي قاعد نابر، المره ما في نابر، الحين شويه ارتفعت المايه شفت بساعة نابر خفيف بسحبها واشوف، لان الحقيقه يعني انا فعلا عشت اليوم جو الطباعيه الاول الليل هدوء، لكن الصيد لا مو مثل الأول تغير، والله كريم. يعني شيء يشجع، اول مره اشوف الليم ماكلينه، معناه ان في سمكه قربت، نبي نغير ونقط، والله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شفت طلع الفجر الآن، ما بين شيء، يعني الحين بس وصلت شركة النور، بعدها نص ساعة يعني ساعة إلا ربع خلاص ما في شيء، طلعت الشمس خلاص. حقيقة صيد ضعيف، لكن استأنسنا الليلة، هذا الجو حلو إن شاء الله، خلينا نسحبها ونشوف نحط لها إيه.
كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول صيدة أصيدها شهرية، هذه يعني الحمد لله طلعنا شيء، لكن شهرية صغيرة وما يعني راح نردها إن شاء الله، بس استأنسنا إن سحبناها، لكن يعني حقيقة الصيد تغير مو مثل أول، ما عاد في مثل قبل، قبل لا غير يعني، خاصة الفجرية كنا نطلع صيد حلو، لكن الحمد لله استأنسنا طلعنا واحدة. بنقطع القطة الأخيرة والله كريم. الله كريم، هذه آخر قطة متوكل على الله، لكن أحلى ما فيه الجو مثل ما تشوفون. شوف الجو جمال رباني سبحان الله، إن شاء الله الله يختمها إن شاء الله على خير.
الرحمن الرحيم. خلصت طلعتنا هذه الخفيفة اللي رجعنا بها ذكريات واهية. إن شاء الله إلى رحلة ثانية إن شاء الله.